احد الاشياء اللي احنا حكيناها، احد مشاكل الرينيوبلز كانت الرئيسيه، ايش الكلمه اللي استعملناها اكثر من مره؟ لا غير الرينيوبلز، بتعتمد على التغير. شو الكلمه؟ انترميتنس. ممتاز. إذن هاي كانت أحد المشاكل عندنا في الرينيوبلز في أستراليا، في جود بنتريشن. إيش بنتريشن يعني؟ تغلغل للبي في، اللي هو اللي بيستخدموه البي جي. البي جي بيستخدموه بالسيارات. تمام، أوكي. ففي أستراليا أحد الأشياء اللي عندهم، انتشرت أستراليا طبعا بلد غنية بالشمس، فمنتشر عندهم البي في خصوصا في أظن نيو ساوث ويلز، منطقة اسمها نيو ساوث ويلز. أحد المشاكل اللي عم بيعانوا منها من فترة كانت هي يصير في إطفاء شامل. شو يعني إطفاء شامل؟ تنهار الشبكة كلها وتطفي ويفصلوا الهاي ويضطروا يستنوا لحد ما يردوا يشغلوا مرة تانية. والسبب الرئيسي كان إنه في عندنا انترميتنس في السولر في البي في اللي موجود في أستراليا. أظن إنها نيو ساوث ويلز، أنا مش متأكد، أظن إنها نيو ساوث ويلز، هلا بنتأكد. فهذا التقرير عملته طبعا شركة، هي شركة يعني مؤسسة إعلامية أسترالية، عن المشكلة هاي اللي موجودة هون، إنه بصير في عندي إطفاء شامل، يعني بتكون الشبكة شغالة، بكون أنا معتمد على البي في مثلاً 30% 40% 50% مثلاً على السولر، سولار بي في أنا بحكي هون سبيسيفيكلي، بزيد الديماند أو بيجي مثلاً شيدينج، غيوم على منطقة بي في معينة، بخف السبلاي، الشبكة ما بتقدر انها تحافظ على الفريكونسي. لاحظوا ايش اللي بتغير مباشرة، ببين لي انه صار في مشكلة بالشبكة، لانه زاد الديماند عن السبلاي، فالفريكونسي بدأت تنزل. الفريكونسي نزلت 50 49 وصلت مرحلة حرجة، طفى السيستم، كل المولدات طفوا لانها حسوا انه الفريكونسي نزلت وطفت الشبكة كاملة، وصار بدنا نعيد الرد نشغلها مرة ثانية، وهي كنت تاخذ ساعات او اكثر. مشكلة متكررة موجودة هاي كانت في هاي المنطقة من أستراليا. خلينا نشوف كيف حلوها. In farm north of Adelaide, the Hornsdale Power Reserve or Tesla Big Battery has been. إذا ذكر هو كلمة مدينة، اسم مدينة أدليد، ساوث أستراليا، أدليد. أدليد مدينة في أستراليا، في جنوب أستراليا. Dropped by critics since day. إيش هدول؟ باتري. أي نوع؟ هدول ليثيوم باتريز من تسلا. فهذا كان احد التشالنجز اللي ايلون ماسك طرحه، قال انا مستعد اركب بطاريات خلال 60 يوم في هذا المكان، وحدد حجم البطاريات في المكان، وكانه عرض انه ما يدفعوا له اي شيء اذا ما استطاع انه يحل المشكله خلال الفتره هذه. هذا تحدي مهم. ليش طب هو عرض ستورج؟ واضح ليش، مش هيك؟ ليش؟ ايش راح يصير؟ عشان يخزن فيه، اللحظة اللي بحس ان الفريكونسي بدأت تنزل، بدل ما اعمل اطفاء شامل بشغل. هدول البطاريات ايش بخزنوا الطاقة؟ اي سي ولا دي سي؟ دي سي. هل في بطارية بتخزن اي سي؟ اذا ايش انا بحتاج هون؟ في شيء مهم بحتاجه. الانفرتر. هدول بكونوا مشبوكين على الجريد، ها؟ هي رجعنا للانفرتر مرة ثانية، حكينا عن الانفرتر في البي في، هي حكينا مرة ثانية عن الانفرتر في البطاريات. الانفرترز راح يكونوا مشبوكين على الجريد، راح يجيهم انستراكشن انه الفريكونسي بدأت تنزل، ابدا ولد، فبيبدوا يولدوا، وطبعا ممكن ما احتاجش انهم يولدوا او يشتغلوا اكثر مثلا من دقائق، ثلاث دقائق، اربع دقائق، برجع السيستم، برجع التوليد مره ثانيه، برجع برد بشحنهم وبكونوا جاهزين للمره اللي بعدها، وما في حاجه يكونوا هم فيهم انرجي ل 24 ساعه، ممكن يكون فيهم انرجي كافيه لنص ساعه او ساعه. طب هذول الدكتور بخزنهم من الجريد ولا من رينيوبل ريسورس؟ هم باخذوا من الجريد، هم ما بيعرفوا من وين، بس هو فعليا الرينيوبل ريسورس، اذا عندي رينيوبل ريسورس وعماله بولد لي اكثر من حاجتي بخزن، بدل ما اطلب من الرينيوبل ريسورس انه يخفض تخزينه. هاي كلمه مهمه اسمها كيرتيلمنت. كيرتيلمنت حاليا احنا عندنا في الاردن في لحظات معينه اذا الشمس عماله بولد اكثر مما بحتاج وما فيش مكان احطه، شو بتعمل شركه الكهرباء الوطنيه؟ بتبعت للنظام الشمسي هذا
بتقول له اعمل كيرتيلمنت. راح اكتب الكلمه هاي، كلمه مهمه كيرتيلمنت. كيرتيل يعني قلص او خفف او نزل. كيرتيلمنت بيجي كيرتيلمنت كوماند من مين بيجي؟ من مركز المراقبه والتحكم او من الشركه الوطنيه، شركه الكهرباء الوطنيه. كيرتيلمنت نزل كميه التوليد اللي انت بتولدها. مش هاي طاقه خسرانه راحت علي؟ شو اعمل فيها؟ ما فيش عندي شيء اعمله فيها. لكن احنا لما يكون في عندي ستورج بستطيع في الفترات اللي عندي زياده في الشمس، هاي هي الفترات اللي انا اوريدي في عندي توليد بخزنها. فبختار الفتره اللي انا مرتاح جدا فيها بخزن. مش انا بقدر اخزن امتى ما بدي، بخزن بالفتره اللي انا مرتاح فيها وباخذ. بتكون هاي احسن وقت للسيستم اني اخزن الطاقه اللي موجوده. ايش حكى؟ I'll have the world's biggest battery. Have the world's biggest. إيش اللي حكاها الكلمة؟ بنانا. شو بنانا؟ موزة. عم بتمسخر هو. هذا رئيس الوزراء في هذاك الوقت. أظن مالكم تذكرون، مش متأكد. بتمسخر على الهاي إنه يعني أنت بدك تحلل المشكلة، بدك تيجي تفرجينا إنه عندك بطارية وهذا تمام. أنا بس بحب بعطيكم السياق، بعطيكم الكونتكست اللي صار فيه لهذا. فهو بسخر من السولوشن هذا اللي موجود. Like we have on the roadside, along the highways, around the country. But that's not solving the problem. تمام. إذن هو إيش بقول؟ بقول هذا ما راح يحل المشكلة. أوكي؟ ما راح يحل المشكلة. هذا إنك تجيب بطاريات وتحط البطاريات ما راح يحل المشكلة. But this big thing is no mere novelty. It's ability to be able to respond. لاحظوا كمان قريبة على الوينتر بوانسي. هلا أنا ما بعرف هذا كان قرار واضح يعني. انه انا احطها قريبه على الوينتر باينز، لما يكون عندي زياده من الوينتر باينز بدل ما اقولها مسافه طويله بخزنهم بالوينتر باينز مثلا، او عمال باخذوا انرجي مباشره بالوينتر باينز، فبكون المسافه والفولتج دروب قليل ما بين الوينتر باينز والبطاريات. Very very quickly to the different types of conditions that we see on the power system has been very encouraging for us. The naysayers said it was a waste of money. But this big battery is already playing a key role in stabilizing the grid. إذن إيش الكلمة اللي استعملها هلا؟ استعمل كلمة مهمة. Stability. هاي كمان كلمة مهمة في الشبكة الكهربائية. Stability. شو stability؟ Stability عم بعطيني استقرار في الشبكة، بحافظ على الفريكونسي، على الفريكونسي الصحيحة. لأنه استطاع إنه بالفترات اللي فيها فترات فيها انقطاع، استطاع إنه يخزن، يكون مخزن هو أصلاً طاقة كهربائية. والسيستم يشتغل. قديش باخذ وقت الانستركشن على ما انا اطلب من الانفرترز هذول يشتغلوا ويشتغلوا ويبدوا يشبكوا على الجريد؟ مين بتذكر؟ جزء من الثاني 250 ملي سكند ريسبونس. وهذا كمان كاركترستيك مهم في الستورج. لما انا بقارن الستورج سيستمز بقول قديش راح ياخذ حتى يقدر يشبك عندي على الشبكه، فبنقول سبيد اوف ريسبونس. هي كمان تعبير مهم، سبيد اوف ريسبونس. هذا طبعا رقم خيالي. رقم الهايدرو باور قديش بتاخذ؟ 12 ثانيه. جيد جيد، بس لا يقارن 250 ملي سكند. And it's doing so with a speed, precision and agility that's never been seen before. وحكى سبيد اجيليتي. اجيليتي سرعه التحرك، سرعه الاستجابه. انا بدي اكون اقدر استجيب بسرعه للتغيرات اللي بتصير بالشبكه. عندي شيدنج صار غيم مثلا، اجى لود ضخم مثلا زاد، اجى مصنع فجاه شغل كل الاجهزه اللي عنده شغلهم. بدي اكون جاهز اني استجيب بسرعه لهذه التشغيل. اذا مثلا صار عندنا شيد مثلا على البانل او السوبر بانلز مثلا، خليك 10 ثواني تاثر على الجريد. طبعا الثانيه ممكن تاثر. بتشوف الفريكونسي نزلت، بدات تنزل. هلا نزول الفريكونسي مرات بيكون بسرعه ومرات ببطء، هذا بيعتمد على شيء ثاني اسمه الانيرشن. هذا الهايدرو باور ما نقدر نستخدمه بحل هاي المشكله ابدا. هلا حسب الهاي، حسب الحاله. صحيح 100% 100%. ممكن يكون بطيء، ممكن تكون، ما هي الفريكونسي نزولها مش دائما بنفس السرعه. في شيء اسمه انيرشا. هي كمان تعبير، خلي انيرشا ببالك، راح احكي عنه بعدين. الانيرشا الشبكه فيها مخزن طاقه ميكانيكيه، الدوران تبع هذول كل الاجهزه. فلما تبدا الفريكونسي تنزل، كل ما كان فيها دوران اكثر هذول الفلاي ويلز، نزول الفريكونسي بيكون ابطا، فبعطيني وقت اني استجيب واعمل شيء. كل ما خفت هذول الاشياء اللي بتدور بالسيستم اللي اسمها انيرشا، معيش وقت كثير. فنزول الفريكونسي ممكن يكون سريع في شبكه، بطيء في شبكه. مين الاحسن؟ الشبكه اللي نزول الفريكونسي فيها بطيء عشان يعطيني وقت اني استجيب واشغل الهايدرو باور.
كل ما خسرت هذول اللودز اللي عمالهم بيعملوا روتيشن اللي هم الميكانيكال لودز اللي بيعملوا روتيشن هذول بخزن فيهم كينيتيك انرجي عمالي بخسرهم لان عم بحط بي في وبلغي كونفنشنال بشيل جاس تيرباين وبحط بي في البي في فيه انرجي لا ستيم تيرباين فيه انرجي وهذا تعبير مهم راح اكتبه هون ونشرحه بعدين يعني البي في بشكل عام بينزل الفريكونسي اسرع تمام 100% كل ما السيستم كان فيه بي في اكثر الانرجي تبعته اقل الانرشا اذا بتفكر فيها لو عندك انت سلندر ضخم عماله بلف مش هذا السلندر مخزن فيه كميه هائله من الكينيتيك انرجي لو انت لفيته وبعدين تركته بياخذ وقت طويل جدا لهو يلف هذه هي الانرشا وهي طاقه مخزنه في الشبكه وممتازه للشبكه بتساعد في الاستابيليتي تبعت الشبكه لكن انا كل ما ركبت بي في اكثر ولقيت المصادر التقليديه مش خسرت انرشا وبقدر اقيس الانرشا تبعت الشبكه والشبكه اللي فيها انرشا قليله نزول الفريكونسي فيها سريع هي مشكله جديده انا خسرت انرشا في شركات او في دول بتركب انرشا اضافيه بس بركب اشياء عمالها بتلف حتى تزيد الانرشا بالسيستم في استراليا اظن عندهم conventional generators can't match the way the battery makes small adjustments to power supply مين البطيء في الاستجابه للتغيرات ستيم تيرباين إذا عندي ستيم تيرباين أو غاز تيرباين بدي فترة حتى أرد أشغله لو أنا طافي ستيم تيرباين أو غاز تيرباين كم ساعة بدي حتى أقدر أشغله يستجيب ويبدأ يشبك على الشبكة ويولد ممكن بدي لحد 8 ساعات تمام؟ ما بقدر أجي أقرر أقول والله عندي مشكلة وفي عندي نقص يلا روح أشغل الغاز تيرباين ودخل عليه غاز وإحرق غاز وأشبكه على الشبكة ممكن هذا ياخذني حتى أشغله ويكون جاهز يعطيني طاقة كهربائية 8 ساعات شايفين الفرق الهائل؟ بين 250 ملي سكند وغاز تيرباين مثلا او هذا باربع ساعات او خمس ساعات تمام و12 سكند ان بتوين هايدرو باور وديزل جنريتر دقائق خمس دقائق دقيقتين ثلاثه واضح الاختلاف سبيد اوف ريسبونس مهم في اي مصدر من المصادر وعلى فكره ال LCOE ما كان ياخذ هاي بعين الاعتبار ال LCOE شو كان يتطلع يقول لي هذا مصدر هذا مصدر من المصادر من الطاقة بس ما كان يقول لي هذا والله speed of response تبعته ممتازة هاي ما كان فاكتور إحنا أخذناه بعين الاعتبار. To keep the grid at the right frequency, this is the market operator's instruction. هذا الخط هو supply instruction هو بقول لي هذا هو الحمل اللي بدي إياه الآن الأحمال الموجودة الآن بدي إياها تكون على هذا المستوى اللي هو هذا اللون. استجابة الـ conventional power systems يعني لو أنا عنديش أنا بطاريات ولا عندي إشي عندي الطرق التقليدية في حتى أقدر أعدل شوفوا هون كيف طلع الطلب زاد شو صار في الاستجابة ظلت نازلة من هون لعبين ما لحقت هون وبعدين هون شو صار الاستجابة أو التوليد عالي مع إنه الطلب نزل هذه خسارة لأنه أنا الستيم تيرباين أو الغاز تيرباين اللي عندي ما بقدر أعدله بسرعة يغير مين اللي بيقدر يتغير بسرعة بسرعة شديدة جدا This is the response of a convention. هذا conventional conventional يعني غاز تيرباين ستيم تيرباين تمام لاحظين كيف الفرق بينه وبين هذا اللي بدي إياه وهذا اللي موجود هذا زيادة هذا نقصان أو هذا زيادة عفوا وين في نقصان هون هون مثلا مش هيك هاي انا بدي هاد هذا زياده لا هذا زياده وين النقصان اول شيء هاي مش هيك تمام بس قليله جدا الهاي power station the battery is far swifter and more accurate مين اللي اسرع في الاستجابه طبع فوق بعض اوكي فالبطاريه استطاعت انها تلاحق اللود البطاريات الباتري سيستم لاحق اللود البيك باتري بدقه شديده جدا لانه استجابته سريعه جدا تمام هاي احد الادفانتجز تبعت الباتري سيستم انه بيقدر يستجيب للتغيرات ال10 سكندز اللي واحد منكم سال عنها هلا ال10 سكندز ولا في اي مشكله بالنسبه للباتري سيستم تستجيب منها دكتور بس الباتري مش بتكون كثير مكلفه وبديش مره طبعا 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 مكلفه جدا مكلفه جدا ليش مره الافتراضي يكون تقريبا والله ما بعرف ما عندي المعلومه جيد سؤال جيد سؤال جيد وهذه المقارنه لما نيجي على الليرنينج اوتكم الرابع احد الاشياء راح نعملها راح نحط انواع ستورج وراح نقارن بينهم بتكلفه الانرجي بتكلفه الباور بسرعه الاستجابه بالكثافه قديش انا بقدر احط كم جول بقدر احط في الكيلو
كل كيلو كم جول بيحتوي وكل الاشياء. هذا سؤال جيد. هاي كرايتيريا المعايير اللي بقارن فيها ستورج لاحد اللي سالت عن واحد منها اللي هو العمر الافتراضي. نعم بس بالنسبه للي سالوا هسه ما دام هم تسلا مسوينها في انظمه جديده هسه قبل اول طلع سيارات الكهرباء كله بشكل عام كان يحكوا لك انه البطاريه ثنائيه الاقطاب. هسه صار يطلعوا شغلات هم عم يسماهم انه متعدده الاقطاب صار عمرهم الافتراضي اعلى تقريبا بسبع اضعاف. تمام فزادت كثير العمر الافتراضي. قديش صار يوصل العمر الافتراضي؟ يعني اتوقع العمر الافتراضي كان 8 سنين صار يوصل ل 20 25 ساعه بالراحه وكمان صار الافشنسي تبعه كثير عالي. ممتاز. يعني قبل كان مثلا يحكي لك الدكتور انه مثلا بالنسبه للسيارات البطاريه مثلا تمشي 80 كيلو تمشيك فعليا 60 لا صارت 80 يعني 80. ممتاز ممتاز. في تطورات واضحه والباتريز هي من الماركتس اللي هلا راح تبدا تغير مستقبل الرينيوبل انرجي. بس شايفين الاختلاف هون ما بين الكونفشنال سورسز وال modern sources in batteries. Great. If we send something on the system and the automated protection kicks in, then a battery can operate at around 200 to 250. أي 200 to 250 milliseconds. احتاج حسينا في حاجة للسيستم في نقص في التوليد. Milliseconds are very much sub 1 second response to be able to protect the systems. Doing that on numerous occasions. إيش هاي صورة إيش؟ هذه هي لإيش؟ من وين حكينا عنها؟ في الكول مش هيك؟ في الكول والغاز الكول اللي هي ستاك. هذا ستاك اللي بيطلع الإكزوست غاز. Over the past 10 months as aging coal-fired power plants in the eastern states have broken down. Absolutely, and not just shoring up South Australia, shoring up the entire grid. While undercutting the price big power generators charge for these frequency control services. هذول معتبرينها frequency. شوفوا ايش سماها. سماها frequency control services ما سماها storage. ليش سماها frequency control services؟ لأنها عم تساعدني أحافظ على frequency. مرات بسموها primary frequency control أو secondary frequency control. دكتور هسه بالنسبة لمصادر الطاقة طب ما تعتبر الطاقة النووية أحسن من كلهم؟ مشكلتها الأساسية التلوث. تمام في ناس أخذ هذا الاتيتيود. الفرنسيين أخذوا هذا الاتيتيود بس إن في كثير ناس خاف من الحوادث وفي ناس بيخاف من شغلة التلوث. لكن صحيح يعني هي مش رينيوبل. ما بقدرش بعرف اذا بنعتبرها رينيوبل ريسورس بس هي ما فيها انبعاثات وتشيب وريلايبل. بس عندك مشكله الحوادث اللي صارت. حوادث حديثه صارت النووية فوكوشيما. نعم النووية ما فيها انبعاثات ما فيها سي او 2 ما فيها سي او 2 بس فيها تلوث. طبعا فيها تلوث الماده اللي بتطلع بس ما فيها سي او 2. انا بحكي على السي او 2 لانه كل بلد مقسمينهم انه بالعالم لها نسبه معينه كانه تمام صناعاتهم مثلا انه تحافظ على عشان شو اسمه انه لها نسبه معينه سي او 2 يعني الدول اللي بتصنع سيارات نعم لازم ليش بحافظوا اكثر شيء على السيارات الكتلايزرات وخففوا الانبعاثات عشان يقدروا يصنعوا سيارات اكثر لانه لهم نسبه تمام. معينه ما بصير صحيح السي او 2 حسب انا علمي النيوكلير لا يعتبر انه سي او 2 امسوت بس هو مشكلته اللي ما بعد يعني كيف بدك تعمل عندك الماده النوويه اللي ظلت هذه مشكله لانه هاي ممكن تلوث البيئه في خطر تلوث في خطر الحوادث يصير حادث الحوادث ممكن تكون شنيعه الان. It's basically providing much needed competition to a very concentrated segment of the electricity market. We've been quite pleasantly surprised and would encourage more of this technology into the grid. It's coming. Stephen Long, ABC News, Hornsdale. هذا من التقرير مهم بفرجينا كيف دور البطاريات في stabilizing the grid.